انا داعم البرهان وداعم القوات المسلحه، داعم الكباشي، داعم الجيش. انت ما عاجبك الكلام ده ما تمشي تقول والله صرف الليله واقف مع الجيش، صرف واقف مع، انت يا اخوي ما عندك صفحتك، مالك ومالي يا زول. انا داعم البرهان من الليله دي الناس تفهم، وداعم القوات المسلحه واقف معاها لحد ما تنتصر. العربي ده واضح اللي عنده راي في المساله دي، اهو ذاك البرهان وديك برسل، انا امشي غيره، ما تجيني اكتب في صفحتك واعمل الدار تعمل، وما عندك معي شغله. الناس الكل واحد بعد ما مرقوا من درمان ومرقوا من الخرطوم ومرقوا من عبرة والمشى السعودية والمشى أوروبا، أكلوا وشبعوا وارتاحوا يشبكوك، والله هو الجيش جيشنا ده، هو ده الواقف ده، هو ده الواقف ده، وصلنا المرحلة دي وقدر يصمد على الحرب العالمية ضد السودان، ده جيشنا. ما بجي الليلة بقول خلاص ملامح الانتصار ظهرت، هو البرهان ده شنو؟ لا ما بقوله، الغدر والخيانة دي صفاتكم، دي ما صفتي. الزول ده لحد من شهري يوم 15/4 لحد الليله واقف، عنده اخطاء سياسيه ما قاعدين نخفي له ولا كلمه. ما قاعدين نتهاون معاه في اي قرار، ما قاعدين نسمح له ينحرف شبر واحد. دارين تنكروا الكلام ده؟ ما بتقول انا ماشي، بنقول له والله تركب الطياره دي ما تجي راجع، ما قاعدين نقول منو فيكم قاعد يطلع يقول كلام زي ده؟ قاعدين نهدده عديل مش تهديد، هو ده ما تهديد، احنا الشعب السوداني تجاوزنا مرحله التهديد، قاعدين نامره نقول له ما تركب الطياره، ما قاعد يركبها. اللي عنده زول في كفاءته، الزول عنده بديل له، يا هو ذاك البرهان امشي غيره، انا ما سالتك. والحرب دي انت قايل اصلا لشنو؟ لانه في زول داري يغير البرهان وما قدر. الليله الجيش بتاعنا ده وصل الانتصارات دي، قدر يحقق لك حاجه انت عمرك كله ما حتلقاها. اللي هو يتخلص لك من الخونه والعملاء والمتمردين والميليشيات المزروعه في البلد دي من سنه 56. تخلص لك منها، حترجع السودان، حترجع في امان، حترجع بيتك مطمئن، حترجع حياتك، حتبدا تبني حياتك في السودان وانت مستقر. ثاني ما في زول حيزعزعك، ما حتسمع بكره في انتخابات، في انتقاليه، في والله انقلاب، في ما عارف انفصال، ده ما حتسمعه. الرجال ده اللي صنعوا الانجاز ده، انا جاي اطلع الليله اقول والله بعد الملامح ما ظهرت، وشايف الجيش الليله محاصر مدني، وشايف الليله الجيش قاطع الطريق قدام الدعم السريع في شمال كردفان، وشايف الجيش بيضرب الدعم السريع في مناطقه وارتكازاته وفي حواضنه، وبيضربه في الحدود مع تشاد، اجي اقول والله يا اخي انتوا البرهان ده احنا واقفين معاه الليله، دار تتذكر الليله الغير منه، انا ما غيرته الغير منو دوبكم انتوا بعد ما اطمئنيتوا على نفسكم، والمرق ابوه والمرق امه جايز اني يقول لي البرهان ده هو انتوا واقفين معاه ليه؟ خلاص انتوا خلاص نكرتوا الفات ده كله؟ المحتاج هيكله ما القوات المسلحه ولا الاجهزه النظاميه ولا الدوله، محتاج هيكله انت، انت المحتاج هيكله. ما في زول تاني يقول لي يا اخي انت متضايق من البرهان، انا اسمع احل لك ضيقك لكن ما تيجي تضايقني. انا واقف مع القوات المسلحه، الموضوع ده انت ما عاجبك يا اخي انت وابوك وابو اهلك في 60 ما تقرفني. ما عاجبه الكلام ده يا اخوانا والكلام ده واضح ما تقرفني. المتضايق من الجيش ما تيجي تضايق ما تيجي تضايقني انا، انا مالي ومالك ما تضايقني يا زول. بطلع هنا بقول انا جيش وانا واقف مع القوات المسلحه، الكلام ده ما عجبك ما ترسل لي تقول لي واقف معه ليه؟ انا قلت الكلام ده، انت ما عجبك ما تتواصل معي، ما تتعامل معي. مرينا بكل التجارب دي بالتفصيل، كنا بنطلع 3 لايفات في اليوم، بنحكي اللي بيحصل في السودان بالتفصيل، والما عاجبنا بنقول ما عاجبنا، وبنقف ضده، ما بنتكلم، ما قاعدين نكتب في الميديا ونجعجع، لا، بنقف ضده، وقفنا تصدينا لكل المؤامرات دي. اجي الليله بعد الخلاص الملامح ظهرت وابدا اتنكر للرجال حقهم. لا ده ما انا والله. بحاسبه باخطائه وبحاسبه بانجازاته. دي العداله هنا. ما بجي بقول والله يا اخي ودارت تجيبه منين انتوا؟ دارين تزيحوا البرهان تجيبه منو؟ اي ضابط في القوات المسلحه دي ما كان تحت امره البرهان وشايف تمدد الدعم السريع، شركاء البرهان كلهم شركاء كباش وشركاء ياسر عطا، اي ضابط في القوات المسلحه، اي عسكري في القوات المسلحه. الوصل للمرحله دي ما تحمل البرهان براو، هم ما كانوا ساكتين، الليله بعد البلد ما استقرت والامور وضحت وعرفنا الصالح من الطالح، جايين نقول نزح البرهان والقياده حقته. لانه ما انجزوا، ما نافعين، فمعاون العساكر الضابط الدار تجيبه بدل البرهان ما مشارك معه ساكت ماله في الاربع سنه، شايف تمدد الدعم السريع ماله ما تمرد، ماله ما استغال، ماله ما قاله.
احنا لسه في معارك حقيقيه، والبلد دي لسه مفروض تكون متماسكه في الداخل. ده انجاز ورحمه من رب العالمين ولطف من الله عز وجل. منو كان بيتخيل البلد دي تعدي الازمه دي بتماسك الادارات الاهليه والقبائل والشعب السوداني كله متوحد، وما في فتنه وما في خلافات، ما في نزاعات، الدعامه بيقتلوا بعض في الاكل. احنا من الكلام ده ما عندنا اخواننا. في حاجات لطف ربنا الخفي بالبلد دي انتوا ما شايفينها. عندنا معارك خارجيه قاعدين نصد لها، بنصد لها كاعلام وناشطين، بنصد لها كفئات المجتمع، فنانين ولعيبه كوره وكله الناس واقفه، والجيش ذاته. المعركه ما زالت مستمره. ناسنا دارين رمات الحدق، دارين ينزلوا من الجبل يلقطوا الغنائم، والمعركه شغاله. المعركه شغاله. انا بعرف بقيم كويس، انا بعرف بقيم كويس. انا ما عندي راي، ما عندي شغله برايك فيه. انا قاعد اقيم كويس، انا شايف انه الحاجه دي هسه ماشيه صح، والادله قاعده اديك الادله بيان بالعمل، صوره وصوت بنزلها في الصفحه، بسمعك الصوت، بجيب لك برد. تجي تقول لي يا اخو انت واقف معاه ولا لا واقف معاه ولا ايه؟ ما بوريك. المعركه ما زالت مستمره، واحنا الليله بنشوف التمادي حقهم. احنا قاعدين نتغالط في واقف مع البرهان، ليه ما واقف مع البرهان؟ تنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنيه تقدم. الليله الشبح حمدوك ظهر، فك الاكسجين وجا. قال تصريح صحفي: انعقد نهار اليوم الخميس 15 فبراير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم وفدا من تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم، ترأسه دكتور عبد الله حمدوك بوزير التنمية الدولية النرويجية آن بيس، لتناول تطورات الحرب في السودان والأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها وجهود إيجاد حل سلمي للأزمة. حرية التغيير عندها كرتين فضلوا ليها، اللي هو انه الترويج السودان الان فيه ازمه وكارثه، والحل السلمي للموضوع. الحرية والتغيير عندها شنو؟ خيارين. عبد الله حمدوك لقى الوزير النرويجيه. احنا عندنا ناس لافين كدمول حسي جوا الدوله دي، وبنحاول نضغط عليهم يفكوا الكدمول. فك اللجان بتاع الشغل المدني، وزير الخارجيه ومبارح قال عمل تنوير بلقائه مع النائب العام لكل السفارات في السودان. انا ما اعرف نوروا نور بتاع سيوبا ولا ما نوروا، لانه الليله حمدوك بيتكلم باسم السودان وما عنده صفه ولا عنده جواز ولا عنده انتماء ولا عنده تفويض ولا عنده شرعيه. قابل وزير النرويجيه، ده خارج شغل المنظمات بالمناسبه. لقاؤه مع الوزير النرويجيه ده لا يعنينا في حاجه، وما من حقه يتكلم في الشان السوداني. الكلام ده تكلمنا فيه، دي واحده من الاخطاء والتقصير بتاع وزاره الخارجيه، والاخطاء والتقصير بتاع البرهان ذاته. كل مره بنتكلم مع البرهان في وزير الخارجيه وفي اصدار القرارات والنائب العام عين التاخير حقها، حس يقول لك انت واقف مع البرهان. قاعد اقول الكلام ده ولا ما قاعد اقول؟ حس دي واحده من الحياه. البرهان حيقصر في التصدي ليها، ووزاره الخارجيه حتقصر، واحنا حنقوم بالواجب، حنتصدى، ما قاعدين نتخاذل، لسه ماشيين. حس الليله الكلام ده خطورته شنو؟ اسمع حمدوك قال لا شنو؟ حمدوك قال: عرض الوفد رؤية تقدم الداعية لضرورة مضاعفة الجهود من أجل إنهاء الحرب عبر حل سلمي تفاوضي يقود لإعادة بناء وتأسيس جيش وطني واحد مهني وقومي وتحول مدني ديمقراطي. ناقش اللقاء الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يواجه الملايين في السودان، ودعا وفد تقدم لضرورة زيادة الاستجابة الدولية للمساعدات لتوفير المعونات الإنسانية وفتح المسارات لتوصيلها عبر منافس حدودية متعددة، وعدم إعاقة عمل الفاعلين الإنسانيين، إضافة لتنسيق المساعي الدولية والإقليمية لتوحيد المنبر التفاوضي. وقد أعربت معالي الوزيرة عن دعم مملكة النرويج للشعب السوداني في محنته واستعدادها الكامل للإسهام. طيب، مع الذكر أن الدكتور عبد الله قد وصل العاصمة الأثيوبية أديس أبابا فجر الأربعاء فجر اليوم للالتقاء بقادة المؤسسات الإقليمية الدولية ودول القارة الأفريقية المتواجدين ضمن الاتحاد الأفريقي، استمرارا للمجهودات التي تقوم بها تنسيقية القوى الديمقراطية التقدم تحت المجتمع لحث المجتمع الدولي وللعب دور إيجابي وفعل يسهم في إنهاء الحرب في السودان. كلام ده خطير، بيفضح المؤامرة الجاية، وإحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا عليهم بإذن الله منتصرين. أول خطر في الموضوع ده هم اشتغلوا بحاجتين: يضغطوا المجتمع الدولي يجيبوا راجعين طوالي، هم ده يعملوا راجعين ذاتهم.
اللي هو عن طريق إنهاء الحرب دي، قالوا بالحل التفاوض السلمي وإنه رجعوا شنو الوضع السياسي اللي كان موجود. بيضغطوا أسي دخلوا معهم منو النرويج، أمريكا فشلت، إسرائيل فشلت، السعودية فشلت، منامة فشلت، اتحاد أفريقي فشل، 8 دول في الاتحاد الأفريقي فشل، سلفاكير فشل، كاكا فشل. قالوا يا أخي مش جابوا النرويج، حمدوك ما بيقعد ما يشرب الأكسجين ده وبيجي يشرب الأكسجين ده. قال لهم إحنا دايرين نفتح عين الخطورة والفضيحة، الفضيحة اتكشفت الآن. حمدوك قال بلسانه شنو؟ عين حمدوك قال بلسانه شنو؟ قال ودعا وفد تقدم لضرورة زيادة الاستجابة الدولية للمساعدات لتوفير المعونات الإنسانية وفتح المسارات لتوصيلها عبر منافس حدودية متعددة. دارين يفتحوا منافس حدودية متعددة، نقطة ده الموضوع هنا، كل الموضوع دارين يجدوا شرعية